تقييمكم بدايه وبعيدا الناس مش راضيه عن السكور ومتفقين ان الاهلي ما كانش يستحق السكور ده، لكن عايز تقييمكم لاداء النادي الاهلي. ابتدي مع كابتن ماهر. هو بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هارد لك لعيبه النادي الاهلي، بنحييهم على الروح والاداء والاخلاص داخل الملعب، وهما كمان بيقابلوا نادي القرن الاوروبي، فرقه مصنفه رقم واحد على العالم، عندها لعيبه ستوك حاجه تفرح يعني بصراحه. أيوة. يعني حتى الاصابات اللي ما فرقتش معاهم، موجودين ما فرقتش معاهم، فده بيأكد لك قيمه هذا النادي او قيمه هذا الفريق. كل اللعيبه اللي موجوده امبارح دي لعيبه دوليه ونجوم في منتخباتها ليفل 1. مفيش لعيب في كلاس اي طبعا. هو الريال هيجيب لعيب نص نص ولا طبعا. وفي نفس الوقت كمان احنا بطل افريقيا طبعا. أيوة. ونادي القرن، والحمد لله يعني كانت المباراه يعني هارد لك وباد لك بالنسبه لنا، لان احنا كان عندنا فرص يا هيثم احمد كنا نقدر ممكن نستغلها. غيروا شكل المباراه. بالظبط، غير شكل المباراه وشكل الاداء، لكن هي كره القدم كده، اليوم ما بقاش يومك بتستقبل، وبعدين انت بتستقبل من 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 من, من عملاق الغلطه بفوره بعقاب، يعني زي ما بيقولوا بلغه الكوره يعني. فطبعا وانت عارف ان المباريات بتبقى اخطاء، عشان اكسب اكيد لازم يبقى في اخطاء ممكن تكون المدافعين يستغلها المهاجمين. دي ثانيه ثانيه الغلطه بتتعاقب عليها بهدف، بتتعاقب عليها ودي حاجه من ضمن الحاجات. احنا طبعا هنتكلم على الدروس اكيد اللي ممكن نقدر نستفاد منها من هذه المباراه. الحاجه الثانيه بالنسبه لاداره النادي الاهلي بصراحه ما قصرتش، احنا كنا محتاجين فيرود، لكن الناس فعلا اجتهدوا بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت في الاثنين المهاجمين، الراجل البرازيلي والراجل الافريقي اللي كانوا محترفين في تركيا، وسبحان الله المحاولات، لكن مبالغه في الاسعار كانت صعبه، وفي نفس الوقت كمان كانت مشاكل النادي مش عايز يسيب وقصص يعني. لكن ما توفقناش فيهم، مش كل صفقه حضرتك بتقدر تخش فيها تتوفق. اداء بصراحه يعني كلنا كان قبل اللقاء عندنا ثقه. نعم. وجماهير النادي الاهلي واحنا كمان. طب كابتن الثقه دي كانت جايه منين؟ معلش يعني يعني احنا كجمهور كنا دايما نقول ايه؟ لا ان شاء الله وبنحلم وعندنا ثقه واثقين في اللعيبه، جت منين الثقه دي؟ جت منين الثقه ان احنا نقدر نكسب ريال مدريد؟ الثقه يعني جت من قبل المباراه، واحنا طبعا كان عندنا 15 مباراه ادينا فيها بشكل جيد، ثقه المدرب كولر وهو بيشتغل باحترافيه، ثقه اللعيبه في الجهاز، ثقة المجلس في الجهاز الفني واللاعبين، جماهير النادي الاهلي اللي كانت يعني سعيده جدا ان النادي الاهلي بيروح لكاس العالم للانديه، المباراتين اللي قبل ماتش قبل مباراه اوكلاند وسياتل يعني كان كل ده بيدي لك مؤشرات انك انت لا لازم تطمع وبلغه الكره لا لازم نطمع، لان احنا كمان بقى عندنا خبرات وبقى عندنا متواجدين في البطوله دي اكتر من 8 مرات، فاحنا عندنا بقى الخبرات اللي احنا نقدر نغير المكانه اللي احنا موجودين عليها، نطمع طبعا في النهائي. فده كل دي كانت مؤشرات رايحه للناس وكانت واضحه للناس، لكن سبحان الله زي ما قلنا في يوم ساعات في الكوره بيبقى مش يومك. صحيح. اليوم ده ما كانش يومك. انا عايز